جبت لك الطريقه اللي غادي تخليك تحضري المسمن بكل سهوله، كيجي مقرمش ومفروق بدون عناء بدون مجهود وفي وقت اللي هو قياسي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي ورقه ورقه محلول، وكذلك التقرميشه ما نقولش لكم. اما المذاق شي حاجه خطيره، والاهم انه سريع جدا وممكن تحضري كميه كبيره في وقت اللي هو قياسي وبدون ما تحتاجي انك تخدميه بالزبده، فقط بواحد الخلطه رائعه غادي تكتشفيها معايا في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير. اذا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه كنقول لكم مرحبا والف مرحبا بكم، واذا كنتوا متتبعين اوفياء كنشكركم على حسن المتابعه. ويلا نبداو على بركه الله. ونبداو باول حاجه، في البول ديال العجانه او في القصريه غادي ندير 500 غرام ديال الدقيق الابيض او دقيق الفرص، جوج ديال الكيسان ديال العنبه ديال الفينو او السميد الناعم، ربع ملعقه ديال الملح، ملعقه صغيره ديال السكر حبيبات ممكن تعوضوها بالعسل، وهنايا ربع ملعقه كبيره ديال الخل. هذا الخل كيعطيه واحد الهشاشه واحد الخفه رائعه. غادي نعجنوه غير بالماء بارد من الروبيني، ما غاديش نضيف كميه كبيره ديال الماء، ضروري ما تضيفوا الماء بالقياس باش ما تجرش لكم العجينه، لانه العجينه ديال المسمن كيخصها تكون عجينه اللي هي متماسكه وقاسحه. فغادي نبدا نعجن في العجانه ديالي كيف ما ممكن تعجنوه غير بيديكم، وانا كنضيف الماء تدريجيا. بعد ما تعجنت لي العجينه كيف ما كتشوفوا كتكون واحد العجينه اللي هي مدلوكه، وفي نفس الوقت ما كتكونش جاريه، كورتها وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي نديرها في بلاستيكه نخليها ترتاح على خاطرها. خليوها القياس اللي بغيتو باش ترتاح وتعطيكم الطوع. من بعد غادي ندهن سطح العام، وغادي نشكل الكويرات. بالنسبه للعجينه كيف ما كتشوفوا راه كتجي واحد العجينه اللي هي مطلوقه مرخوفه، قد ما خليتوها ترتاح قد ما كتعطيكم الطوع. غادي نقرص العجينه، تقريبا كتخرج ليا ما بين 9 حتى 10 ديال المسمنات اللي هما متوسطين ماشي صغار، يعني ما صغار ما كبار. صافي غادي نخليهم يرتاحوا. بالنسبه للخلطه ديال التوريق غادي نحتاجوا ليها هذه المكونات. عندي هنا نص كاس ديال الفينو، خماره وحده ديال الحلوه، والزيت، والخلاط الكهربائي اللي غادي نطحنوا فيه المكونات. غادي ندير الفينو. هاد الخلطه هذه راها كتعوض الزبده وكتعطي واحد النتيجه رائعه. وغادي نضيف تقريبا نص كاس ديال الزيت، صافي. وغادي نخلط المكونات مزيان مزيان. صافي الخليط ديالنا اصبح موجود، وهو اللي غادي نفرقوا به المسمن ديالنا. صافي هنا المسمن ديالي من بعد ما ارتاح، الكويرات من بعد ما ارتاحوا كما كتشوفوا كيوليو طريين، غادي نطلقهم بالزيت. والخلطه ديال التوريق هي هذه. بالنسبه للمسمنه ما غاديش نورقها، غادي غير نطلقها وتشوفوا معايا، غتشوفوا معايا الطريقه. غادي نطلقها واحد شويه، صافي صافي فقط. نلفوها بالطريقه العاديه كما كتشوفوا المسمنه راها غليظه ولا الكويره راها غليظه. صافي الخلطه ديال التوريق من الفوق، وكنردو عليها الجوانب بهذا الشكل هذا، يعني مسمنه اللي هي غليظه. وغادي نستمر بحال هكذايا كنطلق الكويرات كيف ما شفتوا، كنطلقهم غير شويه ماشي كيف ما الطريقه العاديه، كنطلقهم غير شويه. من بعد كندير لهم خلطه ديال التوريق وكنربعهم عادي، كنرجعهم تحت من البلاستيكه، وهكذا كنبقى مستمره. كيف ما شفتوا الطريقه راها سهله وسريعه، يعني ممكن انكم تحضروا كميه كبيره في وقت اللي هو قصير قصير بزاف، ما كتضيعوش الوقت في التوراق نهائيا. صافي هنايا قربت نكمل،
بقات ليا وحيده كما شفتوا. هذيك الخلطه ديال التوريق كنديروها في الوسط وكذلك من الجوانب وكنربعوا المسمنه ديالنا عادي. غادي نخليهم يرتاحوا في هذه المرحله هذه مزيان قد ما خليتهم كيعطيوكم الطوع دائما. هذا هو الشعار ان العجينه كيخصها ترتاح تاخذ وقتها في الراحه مزيان مزيان باش كتعطيكم النتيجه اللي هي مزيانه. من بعد ما غادي يرتاحوا ليا الكويرات اولا المسمنات غادي ندوز باش نطيبهم. هنايا جبت البلاكه اللي غادي نستعمل وشعلتها، غادي نخليها تسخن مزيان وغادي نبدا نطلق المربعات ديالي. غنبدا من اول وحده وغادي نبدا نرققهم مزيان. فهاد المرحله هذه الا بغيتوا المسمن ديالكم يجيكم رقيق ومرق ضروري ما انكم ترققوه مزيان مزيان. هذه هي اهم مرحله. غادي نرش المقله ديالي بالزيت وغادي نبدا نطيبهم على درجه حراره عاليه. كما كتعرفوا المسمن كيبغي يطيب على درجه حراره عاليه باش ما كيقصحش. صافي كنبدا نقرص المسمنات وفي نفس الوقت كنقلبهم ونشقلبهم وغادي تشوفوا معايا كيفاش كيبداو كيتنفخوا. صافي كندهنهم غير بالزيت وشوفوا ما شاء الله راه كيبداو كيتنفخوا عادي بحال المسمن اللي مولفين تنقادوه اللي كنبقاو نورقوه حتى كيبان لينا سطح العمل. فراه النتيجه نفسها راه كيتنفخ وكيتفرق من الوسط. غير هو اهم حاجه اللي غادي نعاود نذكر بها هي انكم في هذه المرحله كتحاولوا انكم يعني ترققوا هذيك المسمنه ديالكم ما امكن باش ما كتجيكمش غليظه. الا خليتوه يرتاح فراه كيترقق لكم بسهوله. صافي كنكمل بحال هكا في الطياب. ضروري الطياب ما كتبقاو تقلبوه وتشقلبوه باش كيتنفخ وكيتفرق من الداخل. وهذه اخر مسمنه خليتها باش نسمع لكم التقرميشه ديالها. شوفوا ما شاء الله القرمشه كيجي مقرمل مفروق من الداخل ومورق مزيان كانكم خدمتوه بالطريقه التقليديه مع اننا ما ورقناهش نهائيا. شوفوا ما شاء الله كيجي مفروز ورقه ورقه. صراحه انا هذه الطريقه هذه هي اللي ولات معتمده عندي. فكنحضر ستوك ديال المسمن كنديرو في المجمد وكنتهنى ما بقيتش نهائيا كنبقى نورق حتى يبان سطح العمل نهائيا. هذه الطريقه صراحه عمليه جدا جدا وراه ما كاينش فرق ما بينه وما بين الطريقه العاديه. كنتمنى تجربوه. الا كنتو باقي ما جربتوش هذه الطريقه هذه غير جربوها على ضمانتي، ولكن التزموا بالنصائح اللي عطيتكم فراه غادي تخرجوا بواحد النتيجه اللي هي زوينه كيجي رائع. وخلاص المذاق ديالو راه كيجي زوين بزاف. انا هنا هذه الكميه غادي نديرها خليه تيبرد مزيان ونديرو في المجمد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كالعادة ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وشجعوني بالتعليقات ديالكم باش هكذا نزيد نجتهد ونزيد نبحث ونحط لكم وصفات ان شاء الله. فإلا كنتم مهتمين بالتحضيرات ديال رمضان خليوها لي في التعليق نشاركهم معكم ان شاء الله. خليتكم على خير وسلامة.